والسلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم حلقة جديدة. طبعا أنا واجهت مشكلة ثانية من قريب اللي هي الزحمة، فقمت أسوي أنا خطوط الزحمة في سكنها، مثلا الجي بي آر عندي كله زحمة في زحمة، واللي أبا أن هذا ما حد يروحني يمين. هذا أوكي، هذا شارع زين مش مشكلة، بس مثلا هني هذا مثلا أبا بس اللي يروح يمين يروح وين؟ يروح هني، واللي هني ما يروح إلا سيدة، واللي هني ما يروح إلا سيدة. ترى هاي الزحمة تسوي بلاوي، الحين يبدون يحاولونهم ترى على فكرة. وأبو هذا بس يجي هني اللي هالخط هذا، أتصور هو تصرف الصحيح على فكرة، يجي هني خلاص، وهايل ما يلفون يمين أبدا أبدا ابدا، ما يلفوا يمين، ما بحد يلف يمين، هاي اللي يروحون سيده. شوفوا الحين هذا يحاول يدخل يمين، مسوي لنا ازمه في حياتنا. اوكي، نوعا نوعا ما افضل، بس خلينا نسوي بجريد حق الشارع اصلا، حق 3 خطوط. سلوب تو ستيب، حتى هذا مرة مسوي له بجريد. شوفوا مرة مسوي له بجريد، حتى سويت له بجريد بتوهق شغلانة اسوي له بجريد. وهالخط ابام ما يروح الا سيدة، هذا سيدة او يمين، بس ما حد يهني ترى. الزحمة هاي كلها واقفة اساس منو يروح سيدة، هم يروحون سيدة، بس هني ليش ما يدخلون؟ لان زحمة زحمة، منو مسوينها؟ باصات اللي هني. فشو بسوي؟ هذه اللفة بتكون حق منو؟ هذا وين ويرود؟ ما دخلهم بالطريقة هاي. هذا شو بسوي فيه أنا؟ بسوي له إذا قدرت الحين أبجريد للشارعين. خلنا نشوف، نقدر نسوي له أبجريد 4 شوارع؟ لا طبعا، لا اكيد ما نقدر. ليش نقدر يعني؟ والله ما نقدر طبيعي. وين صديق الشارع هذا؟ خلنا نشوف هذا هنا، خلهم يطلعوا من الصوبين، خلي يكون 2، خلي الزحمة تتوزع بين الاثنين، لان زحمة المينو هذا كبير، الكارغو هذا مسوي لنا ازمة. بنسوي انه بالزحمة هاي، هاي ما يطلعون. انتو لازم تشوفون هالمايكرو مانجمنت هذا، الحين اظني بيستوي شيء جدا مهم. هذا بس يمين، هذا يروم يروح هني وهني، هذا يروم يروح اي مكان من هالاماكن هاي. خلي الزحمة تتوزع شوي، خلي الناس اللي تبى درب معين تروح له، بس مش كل واحد يروح وين ما يبى. مثلا هذا فقط سيده، هذا نفس ما بغيره، لأنه ما تفرق. روم ياخذ اي خط من هاي مو مشكله، بس انه ما يروح سيده. فاللي بيجي هني باللي في سارة سيده نفس الشيء بيكون، واللي هني ابى اوزع الزحمه، لكن الزحمة توزيعها هني عندي أزمة، أزمة عالمية. هذه يسمونها الأزمة العالمية، تعرفون الأزمة العالمية هذه هني، هل الارتباط هذا سوى للزحمة العالمية. الحين الناس شوفوا قامت تلف يمين تطلع برا زحمة، بيسوون زحمة هني شوي، بس مو مشكلة مو مشكلة، دام ان الزحمة هاي قامت تنقص شوي، لان هذا مدخل الهاي واي، الناس يجون عن طريق الهاي واي، الا اذا سوي لهم مدخل ثاني يروحون عن طريقه، بس بعد اظن بيروحون الهايوي لان الهايوي اسرع، طبيعة الحال بيروحون الهايوي. صحيح بيروحون الهايوي، الا اذا هذا شو رود مينتنس ديبوت. لا ما في، ما عندي مشكلة مساحة، انا عندي مشكلة الرود تو ستيب. صح، الا اذا اشل هذا ويب هذا اجبره.
شو يسوي؟ أعطيه فتحة ثانية بعد، مش نفس الفتحة. لا إذا أخذ لفة عودة بعد من تحت يكون أفضل. أسوي نفق. أوكي. ونيبه من وين؟ من فوق هني. لحظة خلنا نشوف. بسوي درب طويل. بس العيون شو؟ الزحمة. بعد ما يستوي. هاي الزحمة ترى تاكل الراس اكل. تغيظ بي بعد. تغيظ بي غياض مش طبيعي يعني. خلنا نسويها مويلة. خلنا نمسح هذا لحظة. انزين. خلنا نشوف الحين الزحمة كيف. خطين سيدة خط يمين. بعد استوي زحمة ترى بعد. شوفوا هذا كيف لف عليهم دش في نص الشاحنات وما يستحي والله. والله انه ما يستحي. ما يستحي ابدا. المفروض اخالفهم هاي لنا. اترش بس هنا ما في زحمة اصلا. الخروج ما في زحمة. الدخول هو الزحمة كلها هني. بس هني الزحمة. ما في زحمة مكان ثاني. والازدحام خف شوي. انزين نقطة ثانية. الدوار مالنا نفسه هذا انا غيرت القاطع اللي تذكرونه خليته خلاص يطلع من المدينة. ما حد يعور راسي. يطلع من المدينة مرة. على اساس كان هني مكان موقف اصلا. وسويت له شوية مانجمنت بعد. شوفوا سويت شوية مانجمنت. الحين الدوار هذا هالدوار هذا المانجمنت ماله بيطلع روحي. انزين بس الجانب الجيد ان هذا فقط يسار بخليه. وهذا سيدة ويسار متوزع. وهذا يروح هاللينين. خلاص موزعهم. موزعهم على شارعين. مجبورين يجون على شارعين خلاص. هاي نفس الشيء. هاي الابا كل واحد يدخل على الشارع اساس نوزع الزحمه شوي. الزحمه ترى معاناه يعني معاناه من الخاطر. الزحمه مش شيء عادي. عند دوار عود اربع خطوط عندنا الدوار. ما حد يبي يلف يمين. كلهم وين يبون يروحون؟ يبون يروحون هالمدينه هاي. بس ما اعرف ليش يرتصون في خط واحد. زين لا هذا مش اوكي. هذا هني يروح. هذا يروح هاي الخطوط هاي. وهذا يروح هاي الخطوط هاي. هذا ممكن يلف. ممكن يلف اذا ابغى بيلف. مسوي زحمة في شارع هالصغر مو بسوي. في شارع هالصغر مو بسوي. وانتو تعالوا شو هدفكم انتو؟ واحد اثنين انت اوكي. هل تعرفون شو؟ هاي ممكن يسوي لي ازمة ممكن يحل الموضوع. اتمنى انه ما يسوي لي ازمة. اتمنى يوزع الزحمة شوية هني. هاي الزحمة راح شوفوا كيف الشارع العام مستك. يقهر من الخاطر. اوكي هذا تمام هذا اوكي. قاموا يسوون سيدين الحين. بس يبون يلفون يمين كلهم يبون يلفون يمين. وعندنا الهايوي هذا اساس البلا هذا.
اساس البلا هذا، هذا واقف لانه هذا واقف اساسا بالاساس يعني. هذا الشارع اذا وسعناه اظن ممكن نحل المشكله، بس بعد توسعه الشارع هذا بتكون معانا على حساب بعض العماير، لازم نسوي انتقالات وايد في المكان، لازم وايد نحول في المكان. زين اذا نسوي هذا بعد نمده على خط ثاني كيف بيستوي؟ كيف بيكون وضعه؟ كلهم يبون يلفون يسار ترى، كلهم يبون يلفون يسار، والهاي واي هذا ما تعدل في شيء. لا تعدل، تعدل بيتعدل بيتعدل، لأن في أماكن زحمة نفس هاي لازم لاقي لها حل. يعني الزحمة هنا يشوفوا ما تمشي، زحمة كلها على اللفة يسارة، يبون ياخذون يترن. ليش ياخذ يترن من هني؟ زين إذا كان هذا الموضوع فهذا الشارع أنا أراويكم ما يوديك هناك أصلا. خذ يترن، هاي خذ يترن، خذ يترن. اوكي خلى الزحمة تروح يمين، يمين فاضي. ليش؟ ليش يمين فاضي؟ خلنا نشوف هذا بيخف الزحمة. تصور الزحمة كذا بياخذون يترن، انا مش فاهم ليش. نشوف الحين خلي ياخذون لفة في المدينة ويطلعون، مو مشكلة، ولا انه يسوي لي زحمة نفس هاي. هاي الزحمة واصلة لي يا حبيبي، الزحمة هاي لوين واصلة يا حبيبي؟ هذا معناه لازم نغير خطط الهايوي. لحظة هل نرسم لكم الخطات قدامكم؟ هذيل نحن نباهم، هذيل نباهم، اوكي حق التوسعات المستقبلية. ورا المطار اباه، وهذا اباه، حلو، وهذا نباه، اوكي هذا كله مطلوب حاليا. شوفوا زحمة الاخطارات محلاها، واقفين من وين الاخطارات؟ مساكين مع الدوار واقفين، بل لازم نحل أزمة القطارات الصراحة. وهني هني شو نقدر نسوي أساسا؟ نطلع لنا خط هذا الشارع. نقدر نسويه، نبى نسوي شارع بجنب منه الهايوي. الرد وقت الحلقة بيخلص بس على الهايوي ترى، بس على الهاي واي يعني. تخيل الهاي واي هذا، هاي سوالف زين، وهذا الهاي واي بجانب منه هذا الهاي واي. بستعمل هاي واي جاهز حاليا، بعدين اذا شفت ترافيك وايد ولا الزحمه وايد عليه اروم، شو اروم انه اغير الموضوع عقب، مو مشكله. الحين لازم نسوي شو؟ او اقول لا ما يباله، ما يباله، طلع خط هاي واي. طلع لنا خط هاي واي، من نشوفها تحت كيف لا تستوي. مدة شوي بعد يطلع لي عمدة. انزين
هذا معناه لازم نحرك هاي شوي. مرات يكون أزمة أن الهاي ويز ملتزقين في بعض. أوكي. هذا هاي واي هني. يبالي شوي تعديل، ما اقول لكم ما يبالي، بس وقت الحلقة ضيق وبسوي ورا برا على الحلقة، لان ما بكملها هني، بس براويكم كيف الاساس الدوار. برأيكم أساس الدوار كيف ممكن ركبه. هذا بنشله ونعقه وين على صديقنا هذا، حلو، وبنشل هذا. أوكي، بنعقى على منو؟ على هذا الشارع. بنعقى على هذا الشارع طبعا، بعكسهم. لازم نعكسهم. بس هذا نيو هاي واي كونكشن حكم، ترى هذا نيو هاي واي كونكشن. أزمة الشوارع مصيبة، جدا مصيبة بشكل مش طبيعي. يعني وقت الحلقة خلص، لكن بنستمر شوي. خلص لكم بس هذا الهاي واي. زين، ونسوي هذا. نوصل هذا هنا بس. هذا مو شيء. أبا شيء ممكن سيدة. هذا هو. أوكي، هذا هني. وعندنا شيء ثاني اللي هو نبغى نطلع بعد هاي واي ثاني من هني. اللي بيرجع الصوب الثاني، عرفتوا؟ هذا ينضم لهذا، وعندنا بالعكس، والعكس صحيح. العكس يمكن مش صحيح، عكس يمكن مش صحيح. ممكن نسويه طريقة سيدة، يمكن على درجة. هاي ممتاز. هل بيطلع هالصوب هالصوب؟ عدة أماكن بيكون موجود، يعني بيكون وايد. أوكي، ارفع هذا شوي هني، شوي ارفع هني، ننزل هذا هني شوي، ننزل هذا هني شوي. جيد، جديد، مش دوار، ما اعرف.
I don't know الصراحة. بس الحين اللي لازم نسويه أكيد إن نوصله في شو في هذا الشارع. نوصله في هذا الشارع. كيف نوصله في هذا الشارع الحين؟ لا ما في رايح راد، ما في كيف. شارع رايح راجع بس، لا أكثر ولا أقل. أبى أدخل شيء هني؟ ما أظني. بس هذا حق إذا واحد بياخذ يوتيرن، حق حل مؤقت يعني. على الأقل في زحمة بتطلع من هني، يمكن يقبض خط من هني يروح المدينة من هني. أطور بنلاقي حل حق الهاي ويز وزحمة الشوارع. آخ والله التحكم بالزحمة شيء يعني مش سهل أبدا في هاللعبة، أبدا مش سهل. مرات لازم أغير شوارع، لازم أسوي شوارع، لازم أضبط شوارع. يعني هذا الحين للحين أشوفه لا أوكي أوكي، الزحمة قامت تروح. الشكل بسوي هذا وين وين يرد ما اعرف ليش، يمكن ابا يشل الزحمه كلها. طيب بيكون احسن 6 خطوط بالعكس رايحين، احط 6 خطوط بالعكس وين وين رود، بشوف كيف بتمشي الزحمه. ولا اقول خلهم كلهم هنيون بالعكس، خلي الزحمه كلها هني تمشي. خلنا نشوف الزحمة كيف بتمشي. اللي مسوي زحمة الحين لا هذا بعد مسوي زحمة. زين هذا بنغيره ل one way road، هذا one way road، one way road بنسوي. شرطة وربع كيف ترتيبهم؟ رقم 1 بس أوكي. أهم شيء كل شيء خدمات واصلة أوكي. يمكن هذا الشارع بكبر اسوي وين وي رود بعد. هني ليش في زحمه؟ الناس تبى تختصر للصناعيه. مع الزحمه اللي هني في زحمه للصناعيه. هذا بعد يمكن اختصر وين وي رود، سوي بالعكس. وهذا في وايد شغلات يبغى لها تكون وين وي الصراحه. اتجاه واحد، شارع اتجاه واحد نحل فيها مشاكل كبرى الصراحة. بس ترى هذا الدوار ترى وضع ابدا مش اوكي على فكرة. بس الحين قمت اتخلص من اسباب الزحمة، يعني اسباب الزحمة هذا ترى واحد من اكبر اسباب الزحمة ترى، لانه ما يطلعون بالسرعة الكافية من المكان هذا. يعني قمت اتخلص من الزحمة شوي شوي، قمت اتخلص شوي شوي من الزحمة مش بسرعة يعني شوي شوي. يمكن اكثر زحمة تيهني من الصناعية. في مطار بعد، مطار شغال، سوي حشر حق العالم. من متى من متى اقول بغير مكانه ولا غيرته؟ والله هو جيد كزحمة. خلنا نشوف طيارة شو وضعها. 300 الترين شغال اوكي، مترو شغال، ترين شغال. عندنا اكثر شيء شغال باص طبعا اكيد. نشوف المترو لاينز ما شاء الله شغالاتها بعد. ترى مش سيء بالنسبة للمدينة الصغيرة، ترى مش سيء. المدينة بعدها ما كبرناها. مشروع الجي بي ار ترى ما خلص. وهذا مشكلته مشكلة من متى ترى على فكرة. من زمان عنده مشكلة مع الجاربج، من زمان. وكم محطة جاربج انا اوريدي حاط حقهم وايد مو قاعد يشلون، ترى مو قاعد يشلون. هو قاعد هذا بعد ما حد قاعد يستعمله. لحظة ليش هذا ما حد قاعد يستعمله؟ خلينا نحط هذا هنا الصناعية. اسمحوا لي يا اهل الصناعية، اسمحوا لي يعني.
صدق اسمه بروس انتربرايز المينا ترى مزحوم والله حلو هذا حسون انه سامان تروح يروح يرد. لازلت اعتقد هذا من انجح المشاريع الحين هذا بعد شكله من مشروع ناجح ثاني ترى شيء جميل على فكره ممكن اشيل الخط اللي هنا اسوي شيء ثاني ما اعرف بس عندنا منطقه ثانيه بنوصل فيها بعد ترى لا تنسون اني بسوي الكاسر يمكن بشوف ما اعرف بس استو عندي منطقه مقابلها ترى بعد ممتازه يعني حق مشروع بس عندي مشكله هاي واي ضخمه بس هنا في زحمه تطلع تدخل اتمنى اني حليت شيء يعني القطارات يا الله مستك القطارات مره مره مستكه نعم بس شغالين ترى في الكنترول يوه يوه زحمة لوين واقفة ترى مو بشي زحمة قطارات بعد موضوع ثاني زحمة 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 التحكم بالزحمة شي صعب المهم بغيت اراويكم شي بسيط من الشغل اللي سويها اصلا في العادة ورا الكاميرا عن التحكم في الزحمة على اساس المدينة ترى تحتاج تتحكم في الزحمة على اساس انها تنمو اسرع واسرع 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 والتحكم في الزحمة ابدا مو بسهل وانا قاهرين هاي الابوليترن هاي القاهرين اقسم بالله ترى كمل سيد الدوار ايش عندك تسير يمين ايش عندك تسير يمين تسير يسار تاخذ يتير ليش اقول عناد عناد ما في يتير اوكي تبى تسير يمين تبى تسير اخر الدنيا بس ما في يتير يعني يمكن تتعلمون تسيرون من الدوار نفسه تبعد منكركم زايد ترى يوم تختفي سيارات شو السالفة تسوي زحمة هني ما ترى تحكم بالزحمة شي صعب هذا كان وقت حلقتنا لليوم وطفناها بزيادة كتحكم في الزحمة أتمنى أن فادتكم الحلقة بشيء أشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة